أهلا بكم. محليا نبدأ مع الفيديو الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي والأثار غضب كبير. تخيل عزيزي المشاهد أن تقود سيارتك في الشارع وتسمع أصوات سيارة أمنية تعطيك إنذار بفتح الطريق. بالتأكيد ستظن أن الحالة طارئة وهناك حادث أمني أو مهمة أمنية تخص الوطن أو خدمة الشعب مثلا، لتتفاجأ أن من يعلن حالة الإنذار ويربك الشارع هي فتاة لا نعلم من هي، تجلس في المقعد الأمامي وتتسلم زمام الأمور. شاهدوا معي. شاهدنا بالتأكيد فيديو كهذا لابد أن يحظى بتعليقات غاضبة كثيرة. جبار عبد كتب في فيسبوك يقول: من الناس تقول صارت بيد الفاشينيستات، البعض يزعل، معقولة لهالدرجة صار الاستهتار عند بعض المحسوبين على رجال الدولة؟ وين الدولة عنهم؟ يجب معاقبتهم أشد عقوبات لعدم احترامهم لمكانتهم وعدم احترام ناسهم وشعبهم. علي جعفر قال: ما مبر الذمة كل من يستخدم سيارات الدولة أو أي منصب لمصلحته الشخصية، هواي نشوفهم بالشارع والغريب ما حد بيهم يتعظ ولا حاط اعتبار للقانون. زين العابدين حسن قال: وين الانضباط العسكري؟ وين احترام السلك العسكري؟ ما عليك عتبدة تراهق بعدك، العتب علينا ساكتين وقابلين بهيش وضع، تونس خويا.